بلا بالدي اتش تي بي فيرجن 4 راح نشغل راوتر 1 ليكون هو الدي اتش تي بي سيرفيس، نشغل راوتر 1 ليكون هو الدي اتش تي بي سيرفر، راح يكون عندي كلاينت بي سي، راح اعطي الراوتر برضه بنفس النتورك لكن ستاتيك، وهذا الراوتر من ورا في على شبكه اخرى في بي سي راح يكون كلاينت ل دي اتش تي بي سيرفر على ار 1، اخليه يحصل اي بي ادرس من خلال ار 1. نروح لار 1 نعمل كونفيجريشن. الجلوبال كونفيجريشن مود خليني برضه اسميه ار 1 راوتر داش 1. اعطي الانترفيس الاي بيات، الانترفيس الجيجا 0 0 اي بي ادرس، انترفيس جيجا 0 على 0 اي بي ادرس 192 168 1 ضد 1 على 24 شت داون. دو اي بي دو شو اي بي انترفيس بريف، انترفيس صار اب، نشغل عليه بعمل عليه انشاء بول، دي اتش تي بي بول يوزع وعرض جواتها التعريفات اللازمة النتورك والسبنت ماسك والجيت واي بي دي اتش تي بي بول، نعطيها نيم نسميها بول 1 الاسم اللي بتختاره جوات البول، بتعرف النتورك بتعرف النتورك اللي بدي اوزع منها اي بيات 192 168 1 دوت 0 على 24 النتورك مع البريفكس لينك او السبنت ماسك، اما بتعرفها بطريقه اللينث او بطريقه الدوت ديسيمال السبنت ماسك، يا يعني بحطه على 24 يا بحطه 255 دوت 255 دوت 255 دوت 0. عرف الديفولت جيت واي، ديفولت راوتر قيمه الديفولت جيت واي عشان لما ترسل الاعدادات تشمل اي بي ادرس والسبنت ماسك والجيت واي، بدي اعرف انه قيمه الاي بي الجيت واي 192 168 1 دوت 1، او بدي اخلي مثلا 1 دوت 2 اعتبر راوتر 2 هو الجيت واي، اعتبر راوتر 2 هو الجيت واي، بعرف اذا كان عندي دي ان اس سيرفر موجود بالمنظومه، فرضا ان عندي اي بي دي ان اس 172.16.1.16، عندنا مثلا سيرفر دي ان اس للشركه وهذا اي بي. الليس تايم بقدر احطه انفينيتي، الاي بيات الممنوحه الاي بيات الممنوحه للكلاينتس تضل فور انفينيتي، او بحط الوقت اللي بدي اياه يوم او يومين او 10 ايام او 7 ايام، الوقت اللي بدي اياه من 0 ل 365. فرضا دخلي هو الديفولت يوم على سيسكو ديفايس، اخلي اسبوع، طبعا بعد الاسبوع بقدر احط الساعات، مثلا يوم و 12 ساعه او 7 ايام و 10 ساعات، تقدر تختار برضه الساعات اللي هي. بعرف النت بايوس سيرفرز، هي زي هي نيم سيرفر، هي نيم سيرفر لجوا نفس اللان. ما قبل الدي ان اس كان كنا نستخدم نت بايوس كنا نستخدم نت بايوس سيرفيس كنيم سيرفرز كدي ان اس زي الدي ان اس، بس تكون هي عباره عن بودكاست مسجز، الجهاز بيعرف عن حاله انا الجهاز اسمي بي سي 1 واي بي تي 10555 برضه، فبضل يبعث هاي المسجات اللي عرف عنه من خلالها، اللي هاي سيرفيس اوريدي بنعمل ديسكفري لجوا النتورك، شو في اجهزه مشبوكه جوا النتورك من خلال هاي المسجات، لان كل جهاز بصير يعرف عن حاله بالاسم. ممكن يكون عندي اشغل هاي السيرفيس على الاي بيات، ممكن اعرف الدومين نيم اي بي ماستر دوت نت، بالاضافه ممكن اعرف اوبشنز اخرين مثلا زي اوبشن 150 للتليفونات، احكي لك يعني ضمن الاعدادات المرسله للكلاينت احط اي بي للسيرفر اي بي مثلا كده اوبشن 150، اعرف بهاي القيمه قيمه تي اف تي بي سيرفر للتليفونات،
أضيف أوبشنز يوزعها ضمن الإعدادات الأساسية، مع الإعدادات الأساسية. أحكي والله IPTT-FTP 172.16.1.20، هيك بترسل هاي المعلومة ضمن أوبشن رقم 150، تستفيد منه الـ IP phones لتعرف شو الـ TFTP server، إنه IP 172.16.1.20. في other options ممكن نضيف غير هذا الأوبشن. خليني أروح بالـ Global Configuration Mode، أستثني من هذا السكوب أو هاي النتورك IPات، تخلي تستثنى من التوزيع، ما يصير لها assignment. IP TFTP exclude address، أحكي والله أنا بدي أستثني الـ IPات 192.168.1.1 إلى حط الرينج 192.168.1.10 192.168.192.168.1.10 هيك استثنيت الـ IPات من 1.1.1.10 من التوزيع، فبيبلش الـ DHCP يوزع من 1.11. بروح على الكلاينت كوماند اي بي، بشوف الاوبشن اللي بياخذ الاي بي كوماند الى اي بي دي اتش سي بي، بعد ديسكفري مسج اوفر ريكويست اكنولج، اوكي هاي حصل اي بي ادرس، هاي المسجات كان يظهر لي اياها اللي كان يبعثها، بعد ديسكفر كمان مره ديسكفر، ثم جاء اوفر فبعث ريكويست حرف الار، ثم جاء اكنولجمنت من السيرفر واعطى اي بي ادرس. هذا اي بي تو اربن، اعمل بينج منه للسيرفر منه للراوتر، اوكي هاي جاوب الراوتر. نروح لراوتر 2، نخلي هاي الانترفيس الجيجا 00 الواسع على نفس الشبكة 192.168.1.0، خليها تحصل IP address DHCP بداية، ثم أغيرها إلى static. نروح على الانترفيس، خلينا نسميه OTR، خلينا نسميه router 2 interface جيجا 0 على 0 IP address DHCP، حصل IP من DHCP عن طريق DHCP، مش عارفك مانيوال نو شت داون. هاي الانترفيس جيجا 00 حصلت اي بي ادرس عن طريق دي اس بي سيرفيس، واخذت اي بي 1.12 وصبت ماسك على 24. متاكد شو اي بي انترفيس بريف جيجا 00 الاي بي ادرس 192.168.1.12 والميثود دي اس بي status up up، اوكي بامكاني هاي الانترفيس باي سيسكو ديفايس اشغل عليه دي اس بي كلاينت وحصل اي بي ادرس من الدي اس بي سيرفر. بدي ارجع هاي الاي بي الانترفيس مانيوالي، اعطيها 192.168.1.2 لان هي جيت وي لهذول الكلاينتس، اوكي خلي لانه بيعطيها الاي بي كل كلاينت وعندها قيمه الجيت وي اللي حصلته من الاي بي ادرس، قيمه الجيت وي حصلته من دي اس سي بي، قيمه الجيت وي 1.2، فتعارض الاي بي تبع الانترفيس مع اي بي الجيت وي على اعتبار انه في طرف اخر جيت وي. فانا شو بعمل؟ بروح بلغي الدي اس سي بي، بلغي الدي اس سي بي عن هاي الانترفيس نو اي بي ادرس دي اس سي بي، بعطيها اي بي ادرس مانيوال، تأكد شو IP interface brief، اوكي هاي IP و ping اشيك اني بوصل router 1 جو، طب اشيك اني بوصل ال PC ال virtual PC ل IP 11. طيب جيجا 01 براوتر 2 تشغل عليها هيلبر ادرس، حيث المسجات اللي جايه من بي سي 2 ترسل الى السيرفر اللي هو اي الراوتر
192 168 واحد دوت واحد. كونه الكلاينت بشبكة والسيرفر بشبكة ثانية. روح على راوتر 2 وشغل الهيلبر ادرس على جيجا 01 بعد ما اعطيها اي بي ادرس 8 وهي 10 10 2 1. اكزت انترفيس جيجا 0 على 1 اي بي ادرس 10 10 2 1 على 24 شت داون وشغل عليها الدي اتش سي بي ريلي ايجنت ادرس احط اي بي دي اس سي بي سيرفر اللي هو 192.168.1.1 هيك شغلت الريلي ايجنت على جيجا 00 المسجات دي اس سي بي البرودكاست راح يرسلها الى هذا الاي بي اكزيت المسجات اللي جايه من دي اس سي بي راح تيجي من الكلاينت راح يرسلها الراوتر الاي بي تو 10 10 2 1 الى ار 1 وار 1 بيقوم بالرد بمسجات الى ال 10 10 2 1 لكن هاي النتورك مش موجوده بار 1 فبيلزم اعمل راوتينج تيبل اعرف هاي النتورك فبيلزم اعرف النتورك هاي ضمن راوتينج تيبل ار 1 بروح على ار 1 واضيف ستاتيك راوت لشبكه 10 10 2 0 منها من خلال ال 1.2 enable conf ip route 10 10 2 0 على 24 من خلال 192 168 1.2 و ping 10 10 2 1 اني بوصلها يا سبيك شغل اروح على ليه روح على الـ PC2 اللي بعد R2 وشغل عليه DHCP يطلب IP address عن طريق DHCP الـ Virtual PC2 IP DHCP بعد Discover Discovery Message 2 3 Discovery 3 محاولات المرة دي بعد ما بتوصل نروح نعمل ديبج للدي اتش سي بي سيرفيس اند ار 1 ونشوف هاي المسجات بتوصل او لا نعمل ديبج اي بي دي اتش سي بي سيرفر نختار الباكيتس كمان نختار الايفنت نعمل ديبج خلي الراوتر يظهر لي الاكتيفيتيز النشاطات اللي بيعملها متعلقه بالدي اتش سي بي سيرفيس من ناحيه الباكيتس او الايفنتس ارجع عند الفيرتشوال بي سي 2 خليه يبعث دي اتش سي بي ريكويست مره ثانيه اشوف ار 1 فايش شو المشكلة يا جماعة؟ شفتوا ما أحسن الـ DHCP؟ ما أحسن الـ Debug؟ شفتوا ما أحسن الـ Debug؟ شو بيحكي لي؟ DHCP Sending Notification Discover Received from Client Through Relay شفتوا شو يعني المسجات دي Debugging تظهر لي كامل التفاصيل شو بيصير عندك نشاطات متعلقة بـ R1 متعلقة بالـ DHCP حكى لي ثرو ريلي الريلي اللي هو الراوتر 2 اي اي بي 2 شو بيحكي لي اوبشن نوت بريزنت المسج بس انا بدي اروح اوديكم على المفيد اللي منها تستنبط او تفهم ما هي المشكله ذير از نو ادرس بول ذير از نو ادرس بول فور 10 10 2 1 يعني انا كارول وصلني مسج من قبل الريلي انه هذا الريلي اي بي 2 10 10 2 1 فاذا بده اي بي ادرس من ضمن هذا الريج انا عندي كار 1 اي بي ادرس انا عندي كار 1 بول وحده فقط اللي هي 192 168 1 0 اذا غير مناسبه ما عندي بول لهذول الجماعه فالمشكله انه احنا مش عاملين بول لهي النتورك فالحل نروح نعمل بول عند ار 1 لهي النتورك
الديباج بسي بي يو انتنسيف، يعني بيشغل السي بي يو، فبيلزم اني اطفيه. عندي باج اطفي ان ديباج اول، اطفي كل ديباج مسجز، واعرف على ار 1 بول جديده اي بي دي ات سي بي بول نمبر 2، حط فيها نتورك 10.10.2.0/24 بالديفولت راوتر، الديفولت جيت واي لهي النتورك 10.10.2.1 دومين، والمين سيرفر جينات سيرفر 172.16.1.16. اي ثينك انه هيك عرفنا لنفس البول الاولانيه. الدومين نيم اي بي ماسترز دوت نت، الليست تايم ممكن نخليه نفس الفتره ممكن اقلله، فرضا بدي اخليه مثلا نعتبر يوم ونص، يعني يوم و 12 ساعه هي 12 اور، حط كمان مينتس كثير، يوم 12 ساعه و 30 دقيقه انت هيك كل ليست تايم. انزل شو رن، نختار سكشن دي سي بي طالما الشو رننج، الاشياء المتعلقه بالدي اتش سي بي اكسكلود للرينج الاول، وهي البول الاولى اللي عرفناها، البول الثاني اللي عرفناها بس ما عملناها اكسكلود، يفضل نعمل برضه اكسكلود لانه اقلها في عندي اي بي مستخدم 1.2.1، فبلا ما يوزع 2.1 يصير عندي دبليكيت ادرس، راح استثني عده اي بيات غير حسيت ان اي بيات البول 2 متفرقه. راح ارجع لها برضه شو، ارجع استثني IP دي اتش سي بي اكسكلود ادرس 10.10.2.1، استثني كمان 10.10.2، كمان عندي ادرس فرضا مستخدم من شيء اخر ال 200 فرضا، يعني بدي اعلمكم انه مش شرط نستثني اي بيات متسلسله، ممكن تستثني عده اي بيات، وكمان ال 200 فرضا هالاي بيات انا بستخدمها الجيت واي وغيرها، استثنيت هذه الاي بيات من هاي البول، بدي ارجع على الفيرتشوال بي سي 2 وخليه يطلب اي بي ادرس، اوكي او ار اي 10.10.2.2 اي بي 2 والجيت واي 10.10.2.1. خلينا نكمل بالبي سي نتاكد الكونكتيفيتي للجيت واي اللي عندي 10.10.2.1 تمام، ريتش الجيت واي تاعتي، اتاكد اني بوصل للجيت واي، اتاكد اني بوصل الانترفيس الثاني بالراوتر 2 192.168.1.2 very good، بوصل 1.1 very good، وبوصل للبي سي فيرتشوال بي سي 1 تمام. ارجع على ار 1 واتاكد من المسجات المتعلقه، ارجع على ار 1 واتاكد ببعض ارجع على ار 1 واعمل فيريفيكيشن الاشياء المتعلقه بالدي اس سي بي سيرفيس على ار 1 IP DHCP server binding statistics، بعطيني memory usage كم هاي سيرفيس شغال بالميموري، كم address pool عندي، كم صار عامل binding ل two addresses من totally واحدة من pool 1 واحدة address من pool 2، وزع address من pool 1 و address من pool 2 فعمل binding ل 2،
received messages, discover وrequest. السنت مسجز عددها الاوفر والاكنولجمنت وغيرها من المسجات المرسله. بعطيني statistics عن كل هاي المسجات. او اي بي دي اكس بي بايندينج يعطيني البايندينج تيبل اي بي الموزعه 10 10 2 2 وهذا الماك ادرس لهذا الكلاينت الليز متى الاكسبيريشن متى والطريقه اوتوماتيك والاي بي الاخر من البول الاولى ولمين الماك ادرس والتفاصيل الكامله.